ايه لقيته ليكو. ايه جنبه المصبغة. طيب اي طابة؟ ماشي، شكرا ابو الخل، شكرا. يا حبيبي شوف 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 يا حبيبي شوف. ما في أحلى من الرواق. يقبشني هالصوت ما أحلى. أبو خالد أعطيني موبايلك أحكي مع رفقاتي نتالي وليلى، كتير اشتقت لهم. مو اليوم. لك أنا إمتى؟ لما أنا بقرر. أبو خالد والله هذا مو حكي، أنا طقت روحي. إنت شو أعمل؟ أبو خالد بدي شوف رفقاتي، بدي شوف أمي. والله هذا اللي عايشة فيه هون أنا سجن. لك بالسجن بيطلعوا بتنفس وأنت النفس ما لعني إياه. بلشنا ناء؟ أنا ما بحب الناء. طيب اللي بدك إياه أنا بعمل لك إياه، شو ما بدك تحت أمرك، بس خليني أطلع من هون. مليت من هالأربع حيطان، اختنقت. مثل ما قلت لي بدك إياهم يجوا أهلا وسهلا، بس أنا بقرر إمتى ولما ما أكون بالبيت. ولا أمي رسالة بالفستان الأحمر. مين؟ سمية، أنا حازم. كيفك أنتِ؟ حازم؟ حازم أنا عم موت. طيب افتحي لي الباب. ما بقدر، هذا الواطي قافل علي بالمفتاح وآخده. ليش؟ ما بده يعني اطلع من البيت، لا أشوفك ولا أشوف أي حدا. طيب سمية شو الحل؟ ما بعرف، بس أنا عم موت يا حازم، عم موت. اكسر الباب؟ لا اوها، والجيران؟ طيب شو ساوي؟ ما بعرف. حازم؟ نعم. انت سامحتني؟ حازم عم تسمعني؟ سامحتني؟ ما بعرف سمية، ما بعرف. والله غصب عني. سمية أنا بدي أشوفك، أنا كتير اشتقت لك. وأنا كمان كتير اشتقت لك حازم. أبو خالد راح مشوار قريب، خايف يرجع ويشوفك، مشان الله روحي من هون. خليه يجي، بلكي راح يكون آخر يوم بعمره إذا بفتحت أمه بحرف. روح مشان الله، ما بدي مشاكل. روح ورجع بكره الساعة 12 الظهر، بيكون بده وقت طويل يرجع من شغله. طيب بخاطرك سمية. ايه انا بحبك حازم. مشان الله روح من هون، حاجة تعذبني. مشان الله روح، ما بدي اشوفك ابدا. Thank you.
كيفك؟ لك شيء؟ لا سلامتك ابو خالد. حتكون بكره الظهر هون؟ ليش؟ لا ما في شيء، بس بدي تليفونك احكي مع رفيقتي نتالي. مين نتالي؟ رفيقتي بالجامعه. اتكرم عيونك، تفضل. مسجلة شوي؟ الو؟ كيفك نتالي؟ منيحة مين؟ نتالي أنا سمية. سمسم؟ أهلين حبيبتي، لك اشتقت لك يا عروس. والله وأنا اشتقت لك كمان، شو أنتِ وينك؟ والله أنا رايحة مشوار، لك وينك أنتِ؟ ليش ما عدتي إجيتي على الجامعة؟ ومغيرة رقمك كمان؟ لا، أنا ما عاد عندي رقم تليفون. طيب كيفك أنتِ؟ طمنيني عنك، منيحة؟ إي منيحة. وينك انتي والصبايا؟ ليلى اجت من بيروت؟ ايه. طيب حاكي ليلى وفاطينة وتعوا بكره لعندي، والله كثير مشتقت لكم. لوين؟ على بيتي. طيب ماشي، اعطيني العنوان. ايه اكيد بعطيكي العنوان، سجلي عندك، شارق ركن الدين عند جامع الفرقان، بس توصلي دقي لي رني على هذا الرقم. هذا رقمك الجديد؟ لا، هذا رقم جوزي ابو خالد. طيب ماشي، بكره بجمع الصبايا وبحكي معي. يلا باي. شو حبيبي؟ هدول رفقاتك شكلهم مو جايين. لا امبلا جايين، بس يمكن تاخروا على الطريق. طيب انا مو فاضي لهم، عندي مشوار. ابو خالد اعطيني موبايلك احكي معهم. على عيني. تفضلي. الو شو وينكم؟ طيب شو؟ مو جايين. طيب حبيبي انا رايح على مشواري. شوفتي عندهم ما تعني لهم شيء. إذا بطلب إني شوفهم بيعملوا كل الشغلات المهمة بعدين بيفكروا يشوفوني. ليش هيك عم يصير معك يا سمية؟ ليش؟ إيه؟ شو إيه؟ أنا عم موت، عم أعمل كل شيء لأرضي وما عم يرضى، عم يضلوا يضربني، كل شيء عم يصير بيني وبينه غصب عني. معلش بنتي معلش، طولي بالك، استحملي شوي. شو بدي استحمل؟ لا استحمل، انا تجوزت على شرط ما اترك الجامعه، والله اذا ما بيرجعني على الجامعه لاعمل شيء بحالي وزمكن على جنبكن. امي انا من باب البيت ما عم اطلع، موبايلي اخذ لي اياه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ضايقتيني. تفضل هي قهوة مشان تروق. شو بك أسامة؟ وبعدين معك؟ أنا ما عاد فيني، أنا هلا بدي أروح لعند سمية وأحكي لها كل شيء. بدك تروح لعند سمية تحكي لها كل شيء؟ شو أسامة شايفتك طالع فايت عم بتهددني؟ شو نسيت إنه رجلي ورجلك بالفلقة سوا؟ لك أنا ما عم نام، ما عم نام، ضميري عم يعذبني، ذبحتيني، ما عم بعرف شو بدي أعمل. عن جد ضحكتني، ضميرك عم بيعذبك؟ ايه بسيطة، ضميرك مقدور عليه. شلون يعني؟ شو هدول؟ هذا دواء مسكن. ما فهمت عليكي. مو ضميرك عم يجعك؟
ايه هذا دواء مسكن لضميرك. قلت لي مسكن لضميري؟ ايه. سوا احلى بسط. ها؟ لا هيك كثير. شكلي ما راح اقدر انتظر الموعد. خلاص احلى ايفون. يلا باي. وين البوسه؟ البوسه. حبيبه قلبي يلا باي. خلصت تليفونك؟ يعني يا هيك النسوان يا بلا. لك انا قديش شفت ناس مريضه نفسيا عشاكلتك عيني ما رأيت. شو القصه يا سمية؟ لك مو عيب عليك، متجوز سنتين وعم تلفي على الحرام، شو هالرخص؟ ايوه شكله جلدك عم يحكيك، شو؟ حبيتك لي بدأ؟ وحياة عيونك ما عاد تفرق معي، تمسحت والله حطرت معك، من شوي كنت ما بتطقيني، هلا فجأة هب الهوا وصرت تغاري علي؟ أنا غارة عليك؟ صدقني مليون واحد من شاكلتك ما بيهز شعره من جسمي، لك انا قرفانه من حالي وقرفانه من هالبيت اللي صاحبه اوسخ منه. انت لازمك تربي. مين؟ كيفك سمية؟ اهلين حازم، جيت بوقتك. حازم أنا بدي أخلص من هذا الحيوان اللي عايشة معه. سمية بقتله وبحسب الله ما خلقه. لا لا شو تقتله؟ تخيل تروح مستقبلك مشان واحد واطي مثل أبو خالد. بس أنا عندي حل بخليه يطلقني فورا. شو؟ بدي تلحقه شي يوم من هون وتعرف وين بيته التاني وتخبر مرته أو حدا من أولاده إنه هو متجوز. طيب وأنت برأيك بيمشي الحال؟ إيه بيمشي الحال أنا متأكدة. طيب هو أي ساعة؟ طيب أختي ما توعظيني أنا شكلي مخربط. يعطيك العافية. بيت اللبابيكي بهي البناية؟ لا مو بهي البناية. ايوه شكلي مخربط معناته ما تواخذونا. يلا السلام عليكم. يا رب يا رب ما لي حدا غيرك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.